وفي ديار بكر احتفل أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الحزب المؤيد للقضية الكردية بعدما أظهرت النتائج الجزئية تجاوز الحزب لنسبة 10% والتي تمكنه من دخول البرلمان. مراسلنا عدنان الظاهر تابع مظهر الفرحة. أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نزلوا إلى شوارع مدينة ديار بكر احتفالا بتحقيق الحزب بحسب المؤشرات الأولية المركز الأول في هذه المدينة. المئات تجمعوا بالقرب من المبنى الرئيسي للحزب وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء ورددوا الشعارات وهتافات باللغة الكردية. الاحتفالات هذه عمت معظم أرجاء المدينة بعد يوم انتخابي بلغت نسبة المشاركة فيها هنا حوالي 85%، وعاد حزب الشعوب الديمقراطي ليحصد النسبة الأكبر من الأصوات في مدينة تعتبر أحد أهم معاقله الانتخابية.